لتسليط الضوء أكثر على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إبقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، ينضم إلينا صلاح الدين العواودة المختص في الشأن الفلسطيني عبر الهاتف من إسطنبول. سيد صلاح، أهلا بك. بداية، كيف تابعت تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي صوت بالأغلبية على إبقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة؟ صوت منخفض جدا، مش سامعنا. مرة أخرى نرحب بك سيد صلاح العواودة، هل تسمعنا الآن؟ نعم أسمع. أكرر عليك السؤال، بداية كيف تابعت تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي الذي صوت بالأغلبية على إبقاء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة؟ الحقيقة ليس مستبعدا وليس مفاجئا هذا القرار، وقد كان أعلن بلينكن سابقا أو قبل أكثر من أسبوعين تحديدا أنه لن يكون هناك تغييرات بشأن موقع السفارة في القدس. وأيضا هذه الخطوة ليست مفاجأة، ليس فقط بسبب تصريحات بلينكن، بل لأن تاريخ السلوك الولايات المتحدة مع القضية الفلسطينية هو هكذا. دائما أينما يصل الاحتلال في نقطة معينة ينطلق منها إلى الأمام ولا يعود إلى الخلف. يعني الولايات المتحدة تأتي دائما لإقرار ما فعله الاحتلال وتبني عليه ولا تتراجع. يعني إذا كان هناك مستوطنات تبدأ من المستوطنات وتفاوض، إذا كان هناك احتلال تبدأ من الاحتلال وتفاوض. أما رجوع للخلف فلا يوجد في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالقضايا العربية والإسلامية. سيد صلاح، إلى ما يؤشر هذا القرار في ظل الحديث عن أنه خرج بأغلبية آراء المجلس الذي يصوت عليها الديمقراطيين أو الديمقراطيون؟ هذا تأكيد على أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين وتجاه القضية الفلسطينية هي ليست سياسة ترامب، هي سياسة أمريكية مؤصلة في مؤسسات وفي الأحزاب كلها وفي قلب السياسة الأمريكية وليس سياسة شخص. وبالتالي من يعولون على قدوم بايدن أنه سيغير في تعامل الولايات المتحدة تجاه قضايا المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية تحديدا، هم يبوؤون بالفشل وبالخيبة، لأنه لا يوجد أي أساس لهذا التعويل. فأي واحد قرأ ألف باء سياسة تتعلق بالولايات المتحدة يعرف بأن سياسات الولايات المتحدة سياسات ثابتة وتسير بخطى بنفس الاتجاه منذ أن نشأت حتى اليوم، ولا يأتي زعيم ويغيرها لحظة ويأتي زعيم آخر ويستطيع أن يقلب عقارب الساعة. طيب سيد صلاح، باعتقادك الآن ما هي الأوراق التي تمتلكها السلطة من جهة وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى أمام هذا القرار الأمريكي؟ السلطة الفلسطينية يجب أن تلتحم أكثر مع المقاومة، ونأمل أن الحوارات الفلسطينية الداخلية تثمر انتخابات وإعادة بناء للبيت السياسي الفلسطيني، للنظام السياسي الفلسطيني، بحيث يستطيع الفلسطينيون تبني برنامج سياسي وطني ليس مرهونا بالولايات المتحدة وبسياساتها. الولايات المتحدة أثبتت على مر السنين أنها ليست في صالح الفلسطينيين، ولم تكن وسيطا نزيها في يوم من الأيام، ولم تكن مع حقوق الشعوب. في سؤالي الأخير إليك سيد صلاح، كيف ترى مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة؟ القضية الفلسطينية تمر بأزمة منذ ترامب، وهذه الأزمة يبدو أنها لا تنتهي مع قدوم بايدن. لدى الفلسطينيين فرصة الآن لإثبات نفسهم من جديد ووضع نفسهم على جدول أعمال العالم. هناك تغيرات دولية وتغيرات إقليمية، هناك صراع تقوده الولايات المتحدة أو تخوضه مع الصين وصعودها، مع نمور في المنطقة، مع دول صاعدة في الإقليم. إسرائيل تحاول بناء تحالفات جديدة، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تضع نفسها في المكان الصحيح في هذه التحالفات حتى تفرض نفسها وتعيد القضية الفلسطينية على جدول أعمال العالم. أما البقاء بحالة السكون هذه والركود هي التي تضر بالقضية الفلسطينية وتجعل إسرائيل تفرض وقائع وتلقى تأييدا عالميا. المختص بالشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.